تحدثت مختلف الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء عن البروتوكول الصحي المفروض يوم الاقتراع لتفادي انتشار فيروس كورونا، حيث عنونت يومية النصر بروتوكول صحي لحماية الناخبين من عدوى كورونا، هو ما تحرص عليه اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر توفير 25% من حاجية الناخبين من الكمامات داخل مراكز الاقتراع، إضافة إلى أدوات التعقيم، ويتوجب على كل من الناخب والقائمين على مكاتب التصويت الالتزام بالبروتوكول الوقائي. في نفس السياق تطرقت صحيفة المحور إلى البروتوكول الصحي المفروض يوم الاقتراع وكتبت: الانتخاب بالكمامة، تنظيم الطوابير خارج وداخل مكاتب التصويت وفرز الأصوات بالقفاز. وتشير الجريدة إلى أنه سيتم تخصيص طابور أولوية خاص بكبار السن والمرضى. يومية الإكسبريسيون كتبت عن موضوع الحملة الاستفتائية تحت عنوان الاقتراب من خط النهاية، مشيرة إلى أنه على الرغم من تأثير الوضع الصحي الحالي الذي يفرض الالتزام بإجراءات صارمة، إلا أن منشطي الحملة لم يدخروا جهداً لشرح وتوعية المواطنين عن أهم التعديلات التي يتضمنها مشروع الدستور الجديد. إجماع على التغيير وتوافق حول الدستور الجديد هو العنوان الذي كتبته يومية المساء على صفحتها الأولى، مشيرة على لسان منظمات وجمعيات أن التصويت على الدستور الجديد يحصن الجزائر ويعزز الحقوق والحريات. في نفس السياق كتبت جريدة المجاهد عن إجماع بعض السياسيين والجامعيين عن التوجه نحو دولة حديثة، حيث تطرق المقال إلى أحد أهم إيجابيات الحملة الاستفتائية على مشروع الدستور والمتمثلة في تعبئة المجتمع المدني بقوة ومشاركته في العديد من الملتقيات. صحيفة النهار من جهتها كتبت: لنجعل من نوفمبر التحرير موعداً للتغيير يؤسس لجزائر جديدة، هو ما صرح به وزير الفلاحة الذي أكد على أن مشروع تعديل الدستور سيبني دولة القانون بعيداً عن الجهوية والمحسوبية.